رجعنا نكمل الفيديو كده. عندنا ايه؟ قلنا على حسب النيتشر وبادي سبورت. نمبر 2 هنعمل كلاسيفيكيشن على حسب النمبر اوف ليجز. في عندنا نوع من الليفنج اورجانيزمز اسمها ارثروبودز. ارثروبودز قلنا كلمه بودز دي يعني ارجل. ارثروبودز اللي هي المفصليات، اللي هي الكائنات اللي عندها ازواج من الارجل، بتلاقي الرجلين بتاعتها متقسمه 2 2 2. فارثروبودز هي عباره عن انفيرتبريتس، يبقى هي انفيرتبريتس يعني حاجات ما عندهاش فيرتبرال كولم، هي الكائنات لا فقاريه. انفيرتبريتس انيمالز كاركترايزد باي الجوينتد ليجز. عندها الليجز بتاعتها بتبقى ايه؟ جوينتد، بيبقوا بيرز كده من الليجز. بنقسمهم 3 تايبس برضو، احنا كل حاجه عندنا بنقسمها. عندي الانسكتس والاراكنيدز والميريابود. يبقى الارثروبودز زي بتقسم الانسكتس اراكنيدز ميريابود. الانسكتس اللي احنا عارفينها بقى، الحشرات كلها كده بقى اشكالها بتبقى عندها 3 بيرز اوف ليجز، يبقى دي عندها كام ليج؟ 3 بيرز يعني 6 رجول. اراكنيدز بقى عندها 4 بيرز اوف ليجز، والميريابود عندها مور ذان 4، بقى بنقول نوميرس نمبر او نوميرس ليجز يعني رجول كتير. الانسكتس بقى زي اللوكست، الفلايز، الفليز، الكوكروش، الانت، البي، دي كلها ايه؟ كلها انسكتس. الراكنز عندنا السبايدر والسكوربين، دول عندهم 4 بيرز. الميريابودز بقى زي حاجه اسمها جوليوس، ودوده كده اسمها جوليوس، وعندنا ايه؟ السكلوبندرا اللي هي زمان 44، دي حاجات ميريابودز يعني عندها نيمرس نمبر اوف ليجز. طيب نيجي بقى بعد كده نشوف على حسب الايه، يبقى احنا قلنا كده حسب النيتشر اوف بادي سبورت والنمبر اوف ليجز. نمبر 3 اكوردنج تو التيث بقى، على حسب التيث. نمبر 1 هلاقي حاجات تيثلس ما عندهاش سنان اصلا، بنسميها edentates. edentates يعني teethless، ما عندهاش سنان. زي مين؟ زي السلوث اللي هو الكائن الحيوان الكسلان، والارماديلو اللي هو بيسموه المدرع. الارماديلو والسلوث ما عندهمش تيث. نمبر 2 في حاجات عندها تيث، mammals have a teeth. في mammals عندها تيث. طيب بتتقسم برضو لثلاث حاجات، احنا نفضل نقسم بس كده، هو اسمه classification يا جماعه، يعني التقسيم او تصنيف. عندنا حاجات عندها التيث بتاعتها بتبقى extending outward، خارجه بره بقها كده، طالعة لبره كده، يعني تلاقي بقها كده وطالع منه التيث بره كده، زي الهيج هوج. زي ايه الهيج هوج؟ هيج هوج اللي هو الانفد، يبقى عنده الاكستندنج التيز بتاعته اكستندنج اوتورد تو كابتشر انسكتس، عشان يعرف يصطاد الحشرات. هو بياكل الانسكتس فبتبقى التيز بتاعته اكستندنج اوتورد وخارجه لبره تو كابتشر انسكتس. طيب عندنا حاجات تانية بيبقى التيز بتاعتها تتميز بالبوينتد كناينز، تتميز بالانياب بقى. كل البريديتورز بقى يعني عندها بوينتد كناينز، وعندها ايه؟ وعندها مولرز اللي هي الضروس، ليها شارب بروتروجنز بتبقى طالع منها حاجات كده يعني تخليها قويه وخشنه كده، يعني زي السكينه كده تعرف تقطع. طبعا كل الحاجات دي بتبقى بريديتورز اللي هي الكائنات مفترسه، زي اللاين، زي التايجر، زي الكات، زي الدوج، زي الولف. الحاجات دي كلها عندها ايه؟ pointed canines and molar with a with sharp protrusions، تبقى طبعا very strong. number 3 حاجات بقى بتتميز بالincisors. incisors اللي هي القواطع، الاسنان الاماميه. في عندنا بقى دول بقى هنقسمهم، تعال نقسمهم هنا كده
لنوعين برضو، نوع اسمه رودنس ونوع اسمه لاجومورفس. الرودنس اللي هي القوارض زي الرات دي بتبقى عندها one pair upper one pair lower. اللاجومورفس اللي هي بقى زي الأرانب دي عندها two pair upper one pair lower. اللاجومورفس طبعا زي الرابت والرودنس زي الرات، دي بنسميها رودنس لأنها عندها one pair upper one pair lower، واللاجومورفس اللي هي اللي زي الأرانب بتبقى عندها two pair upper and one pair lower. آخر حاجة بقى، طيب احنا من الكلاسيفيكيشن دوت قدرنا نقسم living organism لسبيشيز. سبيشيز اللي هو الصنف او نوع. في واحد اسمه لينيوس، عالم كده اسمه لينيوس، ده برضو عالم في البيولوجي. لينيوس دوت هو اللي قال ان السبيشيز هي البيلدينج يونت اوف كلاسيفيكيشن اوف living organism. السبيشيز بيبقى عباره عن الجروب اوف مور سيميلر organism. يبقى اما نلاقي living organisms متشابهين في صفات كتير فبنحطهم في species وكده نوع واحد، زي الدوجز مثلا، كل الدوجز كل انواع الدوجز هم species واحده اسمها دوجز، كل انواع الكاتس هي species واحده اسمها كاتس. فالspecies هو عباره عن group of more similar organisms in the shape can reproduce and give fertile individuals، يعني ممكن يتجوزوا من بعض ويخلفوا individuals تانيين برضو يتجوزوا، فعشان كده بنسميهم fertile، يبقى fertile اللي بيقدروا يتجوزوا ويخلفوا. لكن بقى لو عندي two species مختلفين وحصل ميتنج ما بينهم، يعني اتجوزوا وخلفوا يطلعوا حاجة اسمها barren أو sterile. barren أو sterile يعني can't reproduce، ما يقدرش يعمل reproduction. يبقى لما يجي مثلا عندنا donkey يتجوز من horse فبيخلفوا حاجة اسمها mule اللي هو البغل. الميول ده مش species، يعني مش فصيلة. الميول ده بيبقى كان بيطلع بيكبر بعد كده بيموت، ما بيتجوزش ولا بيخلف ولا اي حاجه. برضو لو عندي مثلا زبرا ميتد مع دونكي، يعني دونكي حاجه والزبرا حاجه، الزبرا دوت بريديتور لكن الدونكي دوت هيربيفورس، يعني بياكل اعشاب وكده او بياكل نباتات يعني. فلو زبرا مع دونكي يخلفوا حاجه اسمها زونكي، فالزونكي ده بيبقى بارن او ستيرايل يعني كانت ريبروديوس، ما بيقدرش يتكاثر. يبقى كده عشان يحصل ريبرودكشن لازم يكون التو ليفنج اورجانيزمز فروم ذا سيم سبيشيز. يبقى السبيشيز هي جروب اوف مور سيميلر اورجانيزمز كان ميد توجذر او كان ريبروديوس توجذر اند جيف اي نيو فيرتايل انديفيدوالز. لكن لو حصل اي حد بني ادم ممكن يتجوز بني ادم تاني مهما كانت اختلاف الجنسيه، هيخلفوا بني ادمين عادي، ما ينفعش بني ادم يتجوز حمار يعني. يبقى ما ينفعش تو سبيشيز مختلفين يتجوزوا، ولو اتجوزوا بيخلفوا بارن او ستيرايل انديفيدوالز يعني كانت ريبروديوس. تمام، اللي عمل الكلام دوت او صاحب فكر السبيشيز دي قلنا اسمه ايه؟ اسمه لينيوس. لينيوس ده اللي هو ساينتست اللي ايه اتكلم عن موضوع السبيشيز، واعتبر ان السبيشيز هو البيلدينج يونت اوف كلاسيفيكيشن ان ليفنج اورجانيزم. كده احنا خلصنا ليسن 1 الحمد لله، نتقابل ان شاء الله بقى ايه في ليسن 2 نتكلم عن الادابتيشن. ثانك يو.